بلاغ من صغر أهو العلا تحكي لنا أجل وعندي يا أحبة ما يهم وما يفيد سأعود معكم في الحياة لمهدها عبر الزمن إلى بعيد هيا بنا خلف الزمان فقد نرى فيما مضى الشيء الجديد هيا بنا خلف الزمان فقد نرى فيما مضى الشيء الجميل هيا بنا تحكي ونسمع يا فتى هيا بنا تحكي ونسمع يا فتى هيا بنا ذبابة الثلج. أجل إن الماء يتجمد. يبدو أن السماء ستمطر. نعم اذهبي إذن لإعداد متطلبات الشتاء. حسنا. هل تعرفين أين طمطم الآن؟ إن جدة مشمش تعمل أحذية من القش وقد ذهب طمطم إليها لأنها أوشكت على الانتهاء من صنعها. أرجو أن لا يتأخر هناك. هل جدتك بخير؟ هل انتهت من صنع الأحذية؟ إنها ما زالت تعمل حتى الآن. إنهم أصدقائي يا جدة. دعهم يدخلوا. صباح الخير يا جدتي. أنتم جميعا هنا أيها الأولاد. ادخلوا إن الطقس في الخارج بارد جدا. شكرا لك يا جدة. لقد كنت أستمع إلى قصة من جدتي وهي قصة مثيرة جدا يا طمطم. وما هي القصة؟ كانت تحكي عن ذباب الثلج. ذباب؟ أين توقفنا في القصة يا مشمش؟ عندما ذهب طراطير إلى الجبل يا جدة. هذا صحيح. أعتقد أنكم جميعا لم تسمعوا شيئا عن هذه القصة، قصة ذباب الثلج. لهذا سأقص عليكم القصة من بدايتها. دارت أحداث هذه القصة عندما كانت جدتي في سن الطفولة. كان يعيش في القرية ولد يسمى طراطير، وكان ولدا طيبا ومطيعا. وفي يوم من الأيام خرج والد طراطير ليصطاد، وغاب مدة طويلة ولم يعد بعدها. لذلك خرج طراطير بالرغم من أنه ما زال طفلا صغيرا ليصطاد الحيوانات ويجمع البندق بدلا من والده حتى يوفر الطعام لأمه وأخيه وأخته. وظل يعمل بجد واجتهاد. وفي أحد الأيام كان الطقس شديد البرودة، وفكر طراطير في أن يجمع بعض الأخشاب للطهي والتدفئة اللازمة للشتاء. لذلك فقد خرج وحيدا إلى الجبال، وقد بدأ الثلج الأبيض يسقط من السماء حول المكان الذي يولد فيه طراطير، وهو في حيرة لا يدري ماذا يفعل. والشيء المدهش حقا أن طراطير عندما دقق النظر لم يجد ثلجا يسقط من السماء، وإنما وجد ذبابة الثلج تحوم فوق رأسه، وقد اندهش جدا عند رؤيتها لأنه لم يكن قد رآها قبل هذا. وما الذي حدث بعد هذا؟ ماذا جرى لذبابة الثلج؟ ذباب الثلج، ذباب الثلج. أسرعي يا جدتي أسرعي. لا تتعجلوني هكذا. ألا تريدون مني أن أنتهي من صناعة الأحذية؟ وطارت ذبابات الثلج ثم نزلت برشاقة إلى الجبال. كانت تبدو كأنها تدعو طراطير لكي يذهب معهم، لذلك فقد تبعهم الولد. وبعد ذلك بقليل غربت الشمس، ولكن ذباب الثلج كان مضيئا مثل القناديل. وبعد ذلك أرشد طراطير إلى مكان في منتهى الغرامة.
أين هذا المكان؟ سأخبرك. لقد كان مكانا واسعا تضيئه السماء، كانت تنمو فيه أشجار جرداء، ولم يكن بالمكان سوى هذه الأشجار الجرداء. وشعر تراتير بأنه في حلم، وفجأة سمع صوتا ينادي: لا تقترب من هنا، ابتعد من هنا. إن هذا الصوت ليس غريبا عنه، صوت من هذا؟ أخذ تراتير يفكر، وبينما كان يفكر سمع صوتا آخر يقول: أنت تراتير، تعال إلى هنا، أنا طيب الشتاء، يبدو أنك تشعر ببرودة، اقترب مني، تعال هنا. ولكن الصوت الآخر قال له: ابتعد هنا، عد للبيت يا بني. وتعرف تراتير أخيرا على هذا الصوت، لقد كان هذا الصوت صوت أبيه. ورفضت تراتير أبي، كان على وشك أن يجري نحوه عندما تحولت الشجرة الجرداء التي كانت أمامه إلى وجه أبي. إن أبي قد تحول إلى شجرة بفعل هذا الصوت. هذا الصوت كان يحاول أن يأخذه إلى جواره حتى يجعله شجرة جرداء. ولماذا يفعل طيف الشتاء هذا؟ البرودة تزداد جدا في الشتاء، لذلك يدخل الناس إلى بيوتهم لا يخرجون منها بسبب البرودة. هنا يشعر طيف الشتاء بالوحدة، لهذا يحول هؤلاء البشر الذين يقوم باصطيادهم إلى أشجار جرداء لا تقدر على الحركة، بهذا يستطيع أن يجعلهم بجواره طوال فصل الشتاء. وماذا حدث بعد ذلك يا جدة؟ وهل تحول تراتير إلى شجرة؟ إلى هنا ولا أدري ما حدث. غير معقول يا جدتي، احكي لنا المزيد. جدتي أكمل. أنا لا أعرف ماذا حدث، إنه أحد رجال الجبل هو الذي قص لي هذه القصة، ربما أذهب إليه في يوم من الأيام أسأله عن باقي القصة. غير معقول يا جدتي، أكمل القصة أرجوك يا جدتي، قولي لنا ما حدث بعد ذلك، نريد أن نعرف نهاية القصة. أكملي أكملي يا جدتي. عندما أعرف نهايتها سوف أقصها عليكم. ذباب الثلج. أمي لقد عدت. عدت متأخرا يا طمطم. أنا آسف. أين أبي؟ لقد ذهب ليجمع البندق من فوق الجبل، تعال وحاول أن تساعدني. أريد أن أسألك عن شيء يا فريد، هل سمعت عن ذباب الثلج؟ أنا لم أسمع شيئا. شيئا عن الذباب الثلجي؟ الذباب الثلجي؟ هل تريد أن تعرف مكانه؟ يوجد الكثير منه هناك، أنا رأيته في الصباح يعبر الطريق في هذا الاتجاه، وهذا معناه أنه سيسقط هنا طالما ظهر الذباب. سمعناها من الجد حقيقية؟ هل صدقت هذه القصة؟ أتقصدين القصة التي تحكى عن ذباب الثلج؟ إنها ليست حقيقية. إلى أين أنت ذاهبة؟ سأحضر بعض البوص لأصنع كوخا. انتظري سأذهب معك. أريد أن أعرف ما الذي حدث لتراتير الصغير. ماذا؟ هل تحول هو أيضا إلى شجرة جرداء؟ ماذا حدث لك؟ قلت لك أنها قصة غير حقيقية، ولذلك لن أناقشك في هذا الأمر مهما حاولت. إنها ذبابة ثلجية، إنها ضعيفة، انظري إنها صغيرة جدا، إنها شيء لا يجب أن نخاف منه، انظري. حقا؟ إننا لأول مرة نرى هذا العدد الكبير من الذباب الثلجي، إنها حقا في منتهى الجمال، إنها رائعة فعلا. تعالي.
مصرية واتبعيني فقط. اتبعيني. انتظرني يا طمطم. طمطم انني خائفة، اريد العودة الى البيت. لا تخافي سوف نعود. انظري هناك، لقد ترى ذباب الثلجي بعيدا جدا. هيا بنا نذهب الى هناك. ما الذي ستفعله اذا لم تستطع العودة؟ لا تخافي انا مسؤول. إنه البركان، ليس للذباب أثر. إن هذا الطريق ليس الطريق الصحيح، لقد ضللنا الطريق. لقد ضاعت معالم الطريق تماما. أنا لا أعرف أين نحن الآن. أريد أن أعود إلى بيتي. خائف. طمطم، شيء غريب، إلى أين ذهب هذا الولد؟ الحمد لله، لقد قابلت الشخص المناسب في الوقت المناسب. هل شريفة عندكم في البيت؟ لا. لقد أرسلتها لتحضر لنا بعض أعواد البوص، ولكنها لم تعد. وما دامت ليست موجودة عندكم، فأين تكون يا ترى؟ إن طمطم أيضا ذهب ولم يعد. هو أيضا؟ أين هما الآن يا ترى؟ هذه البنت دائما تجعلني قلقة عليها. مشمش، هل رأيت طمطم؟ وهل كانت شريفة معه؟ كلا، ولكن في استطاعتي أن أدلكم على مكانهم. إذا أين هما الآن؟ لقد أخذهما الذباب الثلجي معه. لقد حوله طيف الشتاء إلى أشجار جرداء، وربما يحولني أنا أيضا. لا تبكي يا شريف، لا تبكي. إن اليوم أخفى عليك أنا. أين نحن؟ أين نحن؟ هيا بنا من هذا الطريق. أتقولان إن طمطم وشريفة فقدا؟ لقد بحثت عنهما في كل مكان، ولكن عندما ذهبت لأسأل عند بيت مشمش قال إن ذباب الثلج أخذهما معه. ذباب؟ هل يمكن أن يحدث هذا للأولاد؟ من الجائز جدا، سأذهب للبحث عنهما. طمطم، إن هذا الهدوء الغريب لا يبعث الاطمئنان في نفسي. إني خائفة. وهنا يشعر طيف الشتاء بالوحدة، لذلك فهو يحول هؤلاء الذين يقوم باصطيادهم إلى أشجار جرداء. هيا بنا. طمطم، ماذا حدث؟ هل تسمعين هذا الصوت؟ شخص ما ينادينا. طمطم، هل هذا صوت الريح؟ هاي، هل أنت الريح الذي ينادينا؟ لقد سمعت. ماذا؟ يقول تعالوا إلى هنا. إذا فهو صوت تراتيرو. انتظروا، ما هذا؟ ما هذا؟ إنه يخص شريفة. لقد تأكدت أنه ما ضل الطريق، وسيصعب علينا البحث وحدنا. سنطلب المساعدة من أهل القرية. هل تشعرين بالبرد؟ نعم. للأسف أنت ذوى؟ وأنا جائع أيضا. أه.
ماذا يكون هذا؟ طمطم، إني خائفة. إنني طيف الشتاء، يبدو أنكما تشعران بالبرودة. اقتربا مني، سوف تشعران بالدفء. لا تنظري خلفك يا شهيبة، لا داعي للخوف. يمكننا أن نذهب إلى أين؟ لابد أننا سنجد الدفء في هذا المكان. لقد قالت لنا الجدة إننا سنجد الدفء إذا اقتربنا من طيف الشتاء. من المؤكد أن هذا المكان دافئ، إنه ساطع مثل فصل الربيع. هيا نذهب إلى هناك. هل ترى ما أرى؟ أعتقد أننا أوهام، وأننا نتخيل كل هذا الذي نراه. تعالي نقترب منه، سوف نشعر بالدفء إلى جواره. ألم أقل لك أننا سنشعر بالدفء في هذا المكان؟ اشعلوا كمية أكثر من الأواد الجافة، اجعلوا النار تزداد اشتعالا لكي نرى. هل سيكونان على ما يرام وهل سنجدهما؟ لا تستسلمي للقلق، فعندما يرون النار سيأتون. شريفة، إني جاءك على المشي. بل يجب أن تتحمل يا شريفة، إن المسافة التي بقيت قصيرة. طمطم شريفة. إنهما في أشد التعب، حملوهما إلى البيت. دعيني أذهب يا أمي. لا، لم تفعل، إنك ما زلت مصابا بالبرد. أرجوك يا بني لا تجعلني أقلق عليك أكثر من هذا، لقد كنتما على وشك أن تتجمد أجسادكم. طمطم، إذا لم تطعني فأنت تعرف عقابك. ها؟ لقد هرب منك. طمطم، إنك ما زلت مريضا. مش كان الواجب أن تكون في سريرك الآن. ها؟ هل الجدة بالداخل؟ أجل يا جدة، يا جدة. ها؟
دانتم، ما الذي أتى به؟ إن القصة التي رويتيها لنا كانت صادقة، لقد ذهبت ورأيت المكان الذي يعيش فيه طيف الشتاء. معقول؟ إنها حقيقة، ولقد شاهدت شريفة هذا أيضا، المكان ساطع ودافع وجميل. حقا؟ إن طراطير لم يتحول إلى شجرة وعاد مثل إلى قريتي مرة أخرى، لقد رأيت هذا بنفسي أنا وشريفة. أنا لم أكن أعرف. من المؤكد أن طيف الشتاء قد أعاده كما فعل معي تماما، وهو الآن يعيش بين أهليه في أمان. لحظة واحدة. شيء عظيم جدا، شكرا جزيلا لك يا جدة. الذباب والثلجية مرة أخرى. إنها ذبابة ثلجية. شريفة شريفة اخرجي، الجليد يتساقط. هيا شريفة انتظري، انك ما زلت مصابة بالبرد. شريفة الجليد الجليد، الحذاء على مقاسي تماما، ونحن ايضا. من قصص